من هو أول من اكتشف ماء زمزم؟ تعود قصة ماء زمزم إلى قصة إبراهيم عليه السلام حين ترك زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة. فنادت هاجر على زوجها مرارا وتكرارا ولكنه لم يلتفت، فعرفت أن هذا أمر إلهي فاستسلمت لحكم الله. ووقف إبراهيم عليه السلام مقابل الكعبة في مكان لا يسمح لزوجته برؤيته، ورفع يديه ودعا الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولم تكن هاجر تملك إلا القليل من الماء، وبعد نفاذه عطشت وعطش ابنها، وبدأ يبكي من شدة العطش، ثم بدأت تسعى بين جبل الصفا والمروة بحثا عن أي شخص ليقدم لها ما تحتاجه من الماء. ففعلت ذلك أشواطا، وبعدها سمعت صوتا عن موضع بئر زمزم، فإذا هو بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي رواية فإذا هي بصوت فقال: أغث إذا عندك خير. فضرب جبريل بجناحيه الأرض فتتفجر ماء زمزم، وفي رواية فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. وبدأت هاجر بتحويض البئر، ومن ثم شربت وأرضعت ابنها. ويعد عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أول من عثر على بئر زمزم بعد اختفائه لعدة قرون، حيث شاهد رؤية تخبره بحفر بئر ماء في الطيبة التي سميت بهذا الاسم لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حيث قيل له في الرؤيا: احفر المضنونة التي ضننت بها على الأرض إلا عليك، ودل عليها بعلامات ثلاث، وهي بنقرة الغراب الأعصم ومكانها بين الفرث والدم وعند قرية النمل. فعندما بدأ بحفرها رأى العلامات التي رسمت له ليجد البئر، فوجد قرية النمل ونقرة الغراب، ولم يجد الفرث والدم، ولكن بعد ذلك رأى بقرة تذبح في المكان الذي رسم له، فسال هناك عفوا الفرث والدم، وقام بحفر البئر مكانها. اختار الله تعالى ماء زمزم لغسل قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج من قلبه حظ الشيطان، ولتقوية قلبه وإعداده لتلقي الوحي، فقد شق صدره 4 مرات، وفي كل مرة كان يغسل بماء زمزم، وبركة هذا الماء أنه يخرج من عين لا تنقطع أبدا، فهي موجودة منذ أكثر من 5000 سنة.